نرجع بقى نخش شوية على نادي الزمالك ونخش على الوضع الحالي. فرجاني ساسي، عبد الله جمعة، حاجتين مهمين في نادي الزمالك، إدارة الزمالك الحالية عايزة تخلصهم. شايف الملفين دول إزاي؟ أنا شايفهم فلوس. مش أي حاجة، مشاكل غير فلوس. بالنسبة للعيبة كل واحد من حقه إن هو يأمن مستقبله. طب هسألك سؤال، هنا في مدرستين في الحتة دي بالذات. مثلا نمسك فرجاني، في مدرسة تقول لك فلوس، معاك فلوس ادفع وديله، جمهور عايزه في الحته دي، وجمهور تاني يقول لك الرقم ده كبير جدا لو تيجي تدفعه الفرقه نفسها تفك منك، وجمهور تالت يقول لك يا عم في الاحتراف كل واحد بتمن وهو لعيب كبير مفيش كلام. لا انا هروح للمنطق اللي احنا فيه يا كابتن سيف، اللي احنا لو انت اخترقت السقف بتاع التعاقدات هتفك فرقه الكوره. ده من وجهه نظري. هكلمك دلوقتي كزملكاوي، سيب ان انا مسؤول نادي الزمالك، لا انا بتكلم بعقليه احترافيه. انت لو فكيت سقف التعاقدات هيبقى مشكله جايه لك فيما بعد. عندك سنه بتجيب سنه، هتيجي مثلا تتكلم في التجديد لاشرف بن شرقي مش هياخد اقل من كده، بالعكس هياخد اكتر. غيره عبد الله من حقه. يعني انت كلامك عايز تعمل سقف للزمالك؟ لازم. طب كابتن ايمن يونس قال لي احنا عملنا سقف للتجديد 8 مليون مثلا في الزمالك، رايك ان ده على ارض الواقع ينفع؟ ينفع ولازم. بص يا كابتن سيف، احنا لو فضلنا في النقطه اللي كنت بتتكلم فيها مع كابتن امير، ان انت مثلا في حارس مرمى يستاهل الفلوس دي كلها، انا من وجهه نظري صعب في البوزيشن ده ان انت تحط حاجه. ان انت في اوروبا ما فيش حارس مرمى بياخد اكتر من سنتر فيرود. تمام، صعبه جدا. طب انت عندك ابو جبل مثلا ب 11، عواد مش عارف ب 13، ده اللي بنسمعه يعني. تمام، انا معاك في النقطه دي. لما اجي اتكلم بقى في تقييم واحد زي اشرف بن شرقي، زي واحد زي فرجاني ساسي، لما يجي يقول لي 20 و25 مليون يبقى عنده حق. يعني انت رايك ان التقييم كان غلط؟ هي فتحت وما اتلمتش، فلازم يجي لك وقت ان انت لازم توقف هنا بقى. صح، لازم بقى لو هتضحي بلعيب بس عشان كيان اسمه نادي الزمالك. لو هتضحي في حراسه المرمى هتضحي بمين؟ في النادي؟ في الاقل فنيا دلوقتي. اللي هو؟ يعني انا رقم ثلاثه عندي دلوقتي بالنسبه لي هو عواد. تمام؟ اجي نهايه الموسم واشوف عواد فين؟ جنش فين؟ ابو جبل فين؟ اي واحد فيهم متاخر هو لازم تضحي بيه. مش لازم تضحي بيه ان انت تبيعه. ممكن تطلعه يلعب اعاره ويرجع لك تاني. دي نقطه يعني مهمه. يعني معنى كلامك كده ان انت عايز تقول ان لازم تشكيل الزمالك يتبني من اول وجديد ماديا. لازم يا كابتن. انت النهارده لما بتتكلم مثلا سي في عواد 14 مليون. انا مش بتكلم في عقد، انا بتكلم اي رقم. 20 مليون. لو عواد ده مشي من نادي الزمالك راح لعب، انت خفيت العبء عن نادي الزمالك. 20 مليون دول خلاص انت شلتهم حطيتهم على جنب، هيروح نادي تاني ياخد منه فلوس وهيلعب وهيرجع فنيا رقم واحد. جنش نفس الوضع، ابو جبل نفس الوضع، ايا كان فيهم مين هو اللي بعيد. بعيد عن اللي بيلعب. زي ما حصل مع صبحي، هو عاوز يلعب في مع المنتخب الاولمبي، فبالتالي لو ما لعبش هيبقى دوره بعيد، لانه شايف ان في حارس مرمى تاني جاي جاد بتاع انبي، فبالتالي هو عاوز يلعب عشان يبقى رقم واحد زي ما هو. فدي فكره عقليه بالنسبه للعيب صغير يحترم. يعني معنى كلامك ان انت لو انت الاوضه اتقفلت عليك كده مع اداره الزمالك تقول لهم اعملوا سقف ما تجددوش لفرجاني. لازم نوصل لحلول. لو الحل ده ما وصلناش لحل ان نادي الزمالك هو يبقى رقم واحد في المقام الاول، خلي بالك كابتن، لازم اضحي. انتوا الاثنين النهارده جايين الاسئله الاجابات على المغطي على المغطي، يعني عايزين خالص نطلع بافاده. لا عارفين لا خالص. انا اساسا فهمي ضعيف. انا قلت لحضرتك في الاول المشكله ماديه، المشكله رقم واحد. خدني واحده واحده مع حضرتك. واحده انت دلوقتي عايز سقف ماشي كويس. هم حطوا السقف بس 8 مليون 9 مليون. تمام. انت عايز ارض الزمالك تيجي مثلا الفريق تقول له هتاخد 9؟ هو ما هو ده المتاح بالنسبه لي. ما انا النهارده اقول لك 9 هديك التسعه. لكن النهارده انا هقول لك 20، انت هتقول لي مثلا اديني مقدم عقد، اقول لك ما عنديش. لكن انا لو قلت هحط 9 هقدر اديك مقدم عقد وتاخد. تبقى انت انا وانت وصلنا لحل. لكن لو مش هقدر خلاص، ايه المشكله؟ لما نادي الزمالك كان من الاول خلاص كان خد قرار ان هو يبيع فرجاني ساسي، ايه المشكله؟ يعني انت لو مسؤول تعمل ايه؟ من بدري؟ لا كنت لازم ابيع فرجاني ساسي. انا واضح ان انا وهو مش هنوصل لحل، هي باينه. الوضع صعب في ظل ان المجلس. طب ايه النقطه اللي لازم يقف عندها نادي الزمالك؟ يعني ايه الرقم اللي يقف عند نادي الزمالك بعد كده من وجهه نظرك؟ يعني انا بالنسبه لي انا لا، ما هو ده انا مش هقدر، انا مش هقول لحضرتك، مش هقدر اقول لحضرتك على رقم معين، لان انا مش هقدر اتكلم فيه لان انا مش هقدر، مش انا اللي هدي له فلوس. نادي الزمالك يقدر يوصل للنقطه اللي هو يقدر يديله اللي هي كام من وجهه نظرك؟ ايا كان بقى. يعني هو نادي الزمالك لو النهارده اتكلم مع فرجاني اساسي في 15 مليون، هتقدر تدي له 15 مليون؟ اوكي هقدر ادي له 15 مليون. ادي له 15 مليون. التجديدات اللي بعد كده بقى الناس هتجدد بعد كده، شايف ان دي اعلى نقطه؟ هيبقى صعب قوي بعد كده، الموضوع هيبقى صعب جدا. انت 2 مليون يورو والكلام ده صعب جدا على نادي الزمالك في الوضع الحالي، صعب جدا. ما احنا برضو كابتن سيف، اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى زي ما بيقولوا. نادي الزمالك دلوقتي في مشكله ماديه عنده، مش مشكله ماديه اللي هي ما فيش فلوس، لا في فلوس، لكن الارقام دي كلها لو اتحطت عبء على نادي الزمالك وعلى المجلس اللي موجود، لا حرام. فرجاني ليه بديل في الزمالك؟
اي لعيب في الدنيا ليه بديل. هو مين؟ عندنا امام عاشور موجود، عندنا لعيبه كتير في الدوري المصري ممكن تكون موجوده. كابتن على فكره انا عايز اقول لك حاجه. اتفضل. انا ليه جايبك النهارده؟ عشان ترد على كل الحاجات اللي مش عندي. هقول لك. انت ليه محسسني ان عادي؟ ما انا مش عارف. ماشي. فرد عليا بمنطق ان انا مش عارف. اوكي. البديل مين؟ على ارض الواقع دلوقتي؟ ايوه. امام عاشور. الاثنين مستوى واحد؟ لا طبعا. بس انت زنقتني. انت انا بتكلم حبيبي يا كابتن. مش لا مش حضرتك انا بتكلم انا بتكلم على انت دلوقتي زنقتني فاهمني؟ فانا بس يا كابتن انا ما زنقتكش، انت عارف ان فاضل لك سنه وعارف ان فاضل لك سنتين. هقول لحضرتك على حاجه، هو مين من اعظم الناس اللي جت في تاريخ الكوره مثلا؟ اكلمك على واحد انا لعبت معاه. كابتن حازم امام. فين كابتن حازم امام دلوقتي؟ بره الملعب. هو فرجاني هيفضل في الملعب طول العمر؟ وانا انا بتكلم على ارض واقع دلوقتي، ما هو ممكن يجي له وقت ويمشي. انت عايز تقول ان انت عايز تقول ان امام هياخد وقت بس وهيفوق هيروح. ده صغير في السن وغير كده ما انا ممكن اجيب منهم يا كابتن تغطي بعض؟ يعني تقدر النهارده الحته بتاعت فرجاني تديها لامام وتصبر عليه ويروح؟ ولا عايز تجيب حد بمقامات فرجاني ولا امام بمقامات فرجاني؟ لا اصبر على امام واديله واجيب حد كمان. ما عنديش مشكلة إن أنا أشتري حد كمان، أنا الزمالك نادي كبير أقدر إن أنا أجيب لعيب تاني ومفيش مشكلة خالص، محترف أدور على حد في الدوري المصري، مفيش مشكلة ده لو أنا ما وصلتش لحل معاه، لكن أنا مش هفضل رابط نفسي لآخر لحظة إن الراجل ده معايا وفي مرة واحدة زي هقول لك زي مين بالظبط؟ زي ما كان أمير بيتكلم، عامر فضل الإنتاج الحربي رابط إن عامر معاه ومرة واحدة لا عامر مش معاه. دلوقتي 50% من قوام الانتاج الحربي في حته تانية خالص عشان حراس المرمى، احترامي طبعا الحراس اللي موجودين، لكن هو حلو حارس مرمى محترم. يعني فرجاني يمثل كام في المية من الزمالك حاليا؟ 50%.